مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الراحة التركية بالليمون. عنا كوبين عصير ليمون عصرته فريش، 3 معالق طعام نشا، 3 معالق طعام سكر، وملعتين طعام جوز الهند. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط العصير، سكر، نشا، بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد المزيج. بس اشتدوا بهذا الشكل. هلأ منطفي الغاز. عنا صينية غلفتها بورقة الزبدة، هلأ منحط فيها الخليط. بسم الله، اكيد بمدوا نفس المستوى. بهيدا الشكل. هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد اقل شي ساعة. هيدي الراحة بعد ما جمدت منيح بالبراد. هلا بدنا نقطعها ونغطها بجوز الهند. بسم الله. بعد ما قطعنا الراحة منغطى بجوز الهند. بسم الله، بهيدا الشكل. هيدي الراحة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.